أخبار اليوم. كما نعيش لحظة ميلاد خاصة هنا في مؤسسة أخبار اليوم رائدة الصحافة في مصر، تلك المؤسسة التي ارتبطت بالشعب منذ صدورها قبل 70 عاما وقدمت للحركة الصحفية المصرية والعربية العديد من الإصدارات، ومنها وفي مقدمتها إصدار للرياضة وعشاقها. الإصدار يحمل اسم أخبار الرياضة. اليوم جئنا لنشاهد مؤسسة أخبار اليوم ومصر التحرير أخبار الرياضة الاحتفاء ب26 عاما مضت وإطفاء الشمعة رقم 27 في عام نتمناه مزدهرا. وأبدأ بالرئيس المؤسس لأخبار الرياضة الكاتب الصحفي الكبير فتحي سند، ومن كانه في تحمل المسؤولية الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال الزهيري. ثم أختم بأسرة تحرير أخبار الرياضة ممثلة في شخص رئيس تحريرها الحالي الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أيمن بدر. أسرة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية الموجودة اليوم تشعر بسعادة غامرة أننا نشارك مطبوع صحفي رياضي في مسابقة هدفها اكتشاف مواهب صحفية لدى الشباب. هذا هو الهدف الأسمى لمسابقة الإبداع الصحفي، لكن نتشرف أن يكون معنا هنا قيادة تجمع ما بين الانضباط العسكري والرجولة والشهامة والإدارة والعلم، ممثلة بشخص السيد اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق رئيس عمليات القوات المسلحة العربية ضيف عزيز علينا نباهي به عندما قلنا هو اللواء والفارس والرياضي الاول السيد اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية. كاتب صحفي كبير هو بمثابة الاستاذ لنا جميعا الكاتب الكبير الاستاذ ماهر فهمي. ونجم من نجوم الكرة ونجم من نجوم الإعلام ابن البلد الأصيل النجم مصطفى يونس. مش عارف أنا في منتهى يعني الخجل إن أنا أقف في هذا الموقف ممثلا لعمالقة سبقوني ولزملاء هم أفضل مني يشاركوني في مسيرة نجاح أخبار الرياضة. ونحن في هذه الدار العريقة التي تعلمنا فيها الكثير. الحقيقة أنا هتكلم من قلبي وهقول لحضراتكم إنه إحنا بنضيء الشمعة 27 في مشوار أخبار الرياضة بنشعر بالمسؤولية الكبيرة إن إحنا بنمثل دار أخبار اليوم، بنشعر بالمسؤولية الكبيرة قدام قرائنا الأعزاء اللي بيشاركونا النجاح وبيدعمونا. أخبار الرياضة بدأت علاقة وإن شاء الله ستستمر علاقة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شبابها وبفضل قيادات دار أخبار اليوم، اللي إحنا الحقيقة يمكن وإحنا في مواقعنا الصغيرة لما بدأنا ما كناش بنحس بالمسؤولية، لكن دلوقتي لما بشوف أخويا العزيز واسمحوا لي هقول عليه بدون ألقاب أخويا العزيز ياسر رزق اللي عشنا مع بعض سنوات يتحمل المسؤولية في فترة عصيبة بتعيشها مصر وبتعيشها المؤسسات الصحفية بصفة خاصة، بنقول إن إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعين ويعيننا ويعين كل واحد فينا من شبابنا. وبشارك كده برضو زملائي الأعزاء أستاذ
الاستاذ يا جمال حسين والاستاذ ممدوح الصغير واستاذنا العزيز الفاضل الاستاذ علاء عبد الوهاب وكل زملائنا واخونا عادل بندانه. احنا الحقيقه في اخبار رياضه بنحاول ان احنا نعمل حاجات مختلفه وفقا لعلاقه مؤسسه كبيره بكل رؤسائها. كمان لما بنيجي القاعه بتحس بالكلام على المستوى الشخصي بخوف بقشعريره بتاريخ الصور اللي موجوده صور كبيره جدا في مجال التثقيف في مجال الوعي في مجال امه في مجال مصر لمؤسسه كبيره مؤسسه اخبار اليوم اللي بتختتم وتختتم هذه القامات بقامه اخرى شابه كبيره بيمثلها الاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس الاداره اللي انا بعتبره بصراحه مدعم كبير جدا للمجال الرياضي مش بس مجال الثقافه والمجال الخبري والمجالات المختلفه للمؤسسه لكن في كل ابتكار للرياضه بتلاقيه بيفكر اكثر مننا يعني ايه دور الحيوي للرياضه للتاثير على الشعب المصري بالايجاب للتاثير على الحركه الاقتصاديه بالايجاب للتاثير في المجال الاقتصادي في المجالات المختلفه. فبنشكر حضرتك لهذا التعاون الكبير معانا اللي بنعمل ان احنا نكون مستمرين. كمان الملتقى النهارده بيخلينا نشوف قامات كبيره جدا اللي مش هذكر اسمها زملائي بتابع اخبار اليوم ان انا ارحب ضيوفنا الكبار نجوم الرياضه المصريه في مختلف الالعاب نقادنا الرياضيين العظام ابناء قصر اخبار اليوم قراءنا الاعزاء الفائزين في مسابقه الابداع الصحفي بخص طبعا الدكتور اشرف صبحي نائب وزير الرياضه والحقيقه هو دايما بيشاركنا في كل المناسبات واخرها كنا مع بعض في بطوله الملياردو. الحقيقه احب اخص بالشكر السيد اللواء اركان حرب الدكتور مصطفى كامل قائد الصحافه المصريه ومدير الكليه الحربيه ومساعد وزير الدفاع وصاحب اهم رساله دكتوراه في التوازن العسكري في الشرق الاوسط خدها من اكاديميه ناصر العسكريه العليا. انا شرفت بحضور الرساله ما كانش مسموح بس انا كنت دارس في الاكاديميه وقتها. اتمنى اظن حضرتك طبعتها في كتاب اتمنى ان الناس تطلع عليه وتعرف المخاطر الحقيقيه اللي بتواجه مصر تكلم التحديات والتهديدات والمخاطر تعرف مين الخطر الرئيسي والمباشر والخطر في المستقبل المنظور وفي المستقبل القريب على مصر عشان ما تهش مننا الفصلة في خضم احداث ممكن تشتت انتباهنا عن العدو الحقيقي لمصر. طبعا دوره كمحافظ بورسعيد انا يمكن قريب من بورسعيد لان من ابناء الاسماعيليه لكن في الحقيقه بيبقى دوره الاهم هو انه مقاتل في حرب اكتوبر. حرب اكتوبر اللي بعد مرور اكثر من 42 سنه عليها بتظل امجد ايام مصر على الاطلاق مش العسكريه المصريه. احنا بنحيي في شخصه كل ابطال مصر الرجال اللي قتلوا واللي ضحوا واللي اصيبوا واللي استشهدوا هم دول القدوه الحقيقيه لشباب مصر وهم مصدر فخر واعتزاز كل انسان مصري مخلص على ارض هذا البلد. بنتمنى ان شاء الله انه يكون معانا دايما في محافل بكره دار اخبار اليوم ومنتديات وانا هتكلم مع سياده فيها اتشرف بهذا وانا بشكر الاستاذ ايمن فاضل الحقيقه على انه اكرمنا في زياره الوقت كان حد الدكتور مصطفى كامل. احنا النهارده بنحتفل ب 26 سنه على اخبار رياضه. معانا استاذنا الكبير الاستاذ فتحي سند مؤسس اخبار الرياضه. عايز اقول هي اخبار الرياضه فيها كذا درس ممكن ناخده.
الدرس الاول اسمح للاستاذ فتحي انك تستطيع ان تنتهز الفرصه وان تسبق الاخرين وان تنجز. اخبار يلا هي اول اصدار متخصص في الصحافه المصريه بعد سنوات طويله جدا. صدرت عن طريق اخبار يوم كان في منافسه مع مؤسسه شقيقه. استطعنا ان احنا نتغلب في هذه المنافسه وكنت اول اصدار رياضي واهم اصدار رياضي. ده بيدينا درس ان التلكؤ يؤدي للخساره حتى لو انت كنت مبادر بالفكره. التلكؤ في التنفيذ يؤدي بك الى الخساره. بيبقى في النهايه ان اخبار الرياضه هي اول اصدار متخصص في العصر الحديث الصحافه الرياضيه بسبب حكمه استاذ ابراهيم الاستاذ سعيد صب الاستاذنا الفارس النبيل اللي انا شخصيا بدين له بكل الفضل. بقول الدرس الثاني من اخبار الرياضه ان انت تقدر تحول تاريخ مصر الرياضي لوثيقه تطلع عليها في 26 مجلد في 52 اسبوع، 26 مجلد اخبار الرياضه تقدر ان انت لو مهتم بمطالعه تاريخ مصر الحديث في الرياضه تقرا من سنه 89 لحد سنه 2016 ان شاء الله وما بعد ذلك. تقدر ان انت للباحثين في مجال الاعلام وفي مجال الرياضه اللي له وثيقه محترمه بتتمتع بمصداقيه عاليه. اللي بيبحث في الاخراج الصحفي يقدر يلاقي صيحه جديده في الصحافه التابلويد المصريه. في الوقت ان في جرايد عريقه اسبوعيه للاسف الشديد انهارت وتجارب اخرى لم تستمر. بقيت اخبار رياضه صامده. ومش بس كده قدمت صحافه جديده، قدمت اخراج جديد. ويسمح لي استاذ ايمن بدر ده مش نهايه المطاف يعني. لا يعني احنا كنا لسه بنتكلم وهو في مفاجآت بيعديها القارئ ان شاء الله في الفتره القادمه لان مش مهم انك وصلت لمرتبه معينه من المحتوى الجيد ومن الاخراج الجذاب، انت لازم تجدد كل شيء. نمره واحد عشان القارئ، نمره اتنين لان انت اللي بتقود التطوير في الصحافه العربيه. اذا ما كانش التطوير ده يبدا من اخبار اليوم يبقى مفيش تطوير هيحصل. دي مش شايفينها ولا حاجه، ده اللي شايفينه من اساتذتنا اللي صورهم موجودين، هم اهم اعلام الصحافه العربيه على الاطلاق. مش بس اياديهم في مؤسسه اخبار اليوم، عندنا كل كلمه فيها الاغراض. الاستاذ محمد حسنين هيكل هو خرج من هنا رئيس تحرير اخر ساعه ورئيس تحرير الاخبار ورئيس تحرير اخبار اليوم، وعمل النهضه الحديثه في مؤسسه الاهرام. عندنا استاذنا الكبير استاذ اساتذتنا الحقيقه الاستاذ جلال حمامصي هو اللي انشا وكاله انباء الشرق الاوسط. عندنا عمالقه الصحافه استاذ احسان عبد القدوس مع الاستاذ التبعي مع مدام روزا اليوسف مؤسسي اول مدرسه في الصحافه المصريه قبل اخبار اليوم. استاذ التبعي مؤسس اخر ساعه الشقيقه الكبرى في دار اخبار اليوم. عندنا الاستاذ انيس منصور مؤسس دار اكتوبر. عندنا الاستاذ احمد دهاء الدين من اخبار اليوم لروزا اليوسف ومؤسس صباح الخير وصاحب المدرسه الصحفيه والعمود الصحفي المهم في الاهرام. عندنا الاستاذ كامل الشناوي ومن هو كامل الشناوي غير العملاقين علي امين مصطفى امين هم اللي اسسوا الصحافه العربيه الحديثه جريده الشرق الاوسط وغيرها. فانا مش متعصب ولا اخبار اليوم ولا حاجه، دي الحقائق اللي موجوده. الناس دي هي عملت الصحافه العربيه الحديثه وهي اللي طورت الصحافه المصريه. الصحافه الحزبيه قامت على كتاب ابناء اخبار اليوم. حامد زيدان في جريده العمل حزب العمل الاشتراكي. حسين عبد الرازق في جريده الاهالي. الراحل العظيم مصطفى شرقي في جريدة الوقت. كل الأستاذ الراحل الكبير الدكتور صلاح عبضايا في صحيفة الأحرار. يعني كل شيء جديد فأخبار اليوم. أستاذنا الكبير أستاذ ماهر فهمي هم صحفيون محترمون لا يبغون إلا وجه الحقيقة، ما لهمش أي مصلحة غير المصلحة الوطنية العامة ومصلحة الرياضة المصرية وصالح شباب مصر. انا بتمنى لكم كل التوفيق واشكركم على جهودكم. وانا بشكر الساده الضيوف وبشكر عميق الشكر الاستاذ اللواء كان حضرتك الدكتور مصطفى كامل. شكرا.
طوق 30 سنة الأولى. كل الشكر والتقدير للكادر الصحفي الكبير. عاش، عاش الفائزون في